أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية، وهذه عناوينها: انتخاب الجزائر بالإجماع لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، نظير الحركية الكبيرة التي تشهدها الدبلوماسية الجزائرية على الساحة الدولية. ضمن سياسة الدولة للتوجه نحو العمق الإفريقي، منتدى رجال الأعمال الجزائري الأوغندي للتجارة والاستثمار بالعاصمة كامبالا، خطوة نحو تفعيل النشاط الاقتصادي الجزائري بمنطقة التجارة الحرة القارية. تعميم تأشيرة التسوية بولايات الجنوب استقطابا للسياح وتحفيزا لدور الوكالات وترقية للسياحة الصحراوية. وتكوين مؤهل تضمنه معاهد التكوين المتخصصة في السياحة والفندقة وفق المعايير الدولية. وفي عملية نوعية تعكس جهود حراس السواحل لقيادة القوات البحرية، إجلاء صحي لبحار تركي في عرض البحر بسواحل مستغانم، مهام إنسانية لإنقاذ الأرواح البشرية وحرص على تقديم المساعدات في جميع الظروف. ومن وحي العراقة: الجبة القبائلية موروث مادي بألوان ودلالات مستوحاة من الطبيعة، ووجه بهي من أوجه الثقافة الجزائرية الأصيلة. في المستهل، وخلال أشغال الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة بفيينا، انتخبت الجزائر بالإجماع لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2023-2025، وهذا نظير الحركية الكبيرة التي تشهدها الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وعودتها القوية على الساحة الدولية. ويأتي انتخاب الجزائر الذي حظي بدعم المجموعة الإفريقية للمندوبين الدائمين لدى المنظمات الدولية بفيينا ليعزز مكانة الجزائر والتزامها التام بتمثيل إفريقيا دوليا بالتنسيق مع الأعضاء الآخرين الممثلين أو الممثلين للقارة والدفاع عن مصالحها. وفي كلمته التي أعقبت الانتخاب، أكد المندوب الدائم للجزائر بفيينا التزام الجزائر التام بتمثيل إفريقيا بالتنسيق مع الأعضاء الممثلين للقارة. تؤكد الجزائر على ضرورة الاستمرار في تعزيز المساهمة اللافتة للتكنولوجيات النووية في المجالات الصحة والزراعة والموارد المائية والبيئة وغيرها. كما تؤكد الجزائر مجددا على التزامها ببرنامج الاتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النوويين أطرة. تجسيدا لإرادة رئيس الجمهورية ونظيره الأوغندي وتعزيزا لجهود التعاون الاقتصادي بين الجزائر والدول الإفريقية، شكل موضوع الاستفادة من فرص منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، شكل صلب أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري الأوغندي للتجارة والاستثمار بالعاصمة كامبالا بمشاركة 51 مؤسسة اقتصادية جزائرية ورجال أعمال من البلدين. ويشهد المنتدى تنصيب مجلس رجال الأعمال الجزائري الأوغندي والعديد من اللقاءات الثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم من أوغندا. اليوم صرح وزير التجارة أوغندي بتصريح قوي، وتكلم لرجال أعمال أوغنديين أنه المنتوج الجزائري هو منتوج جد تنافسي، وحتى أنهم يعني يمشوا الأسواق الجزائرية باش يعني يتقنوا المنتوج الجزائري بقوة. في أوغندا في عاصمتها كامبالا على رأس وفد من رجال الأعمال الاقتصاديين الذين يبحثون
فرص للتعاون وفرص لبعث المنتوجات الاقتصادية لهنا في شرق إفريقيا. نلاحظ الإقبال الكبير على معرض المنتوجات الجزائرية الذي افتتحه السيد طيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات معية السلطات الأوغندية التي رحبت ترحيبا حارا بالوفد الاقتصادي وكذا بالمنتوجات الاقتصادية. أشرف اليوم وزير الاتصال محمد العقاب على تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة بحضور مدير الاتصال برئاسة الجمهورية ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري ومديري مختلف الوسائل الإعلامية العمومية والخاصة. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة أشار وزير الاتصال إلى أن اللجنة تضم أسماء بارزة في العمل الإعلامي بالجزائر، مؤكدا أنه بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية عرفت الجائزة تحسينات باعتماد ثلاثة مواضيع هي: إشكالية الأمن الغذائي والمائي، الجزائر الجديدة، تمكين الطاقات الشبابية والقدرات الإبداعية، الأمن الطاقوي وأبعاده الجيوسياسية. بتوجيهات من سيد رئيس الجمهورية عرفت الجائزة هذه السنة بعض التحسينات باعتماد ثلاث موضوعات بدل موضوع واحد مثلما كان معتاد في فترة سابقة. هذه الموضوعات هي الجزائر الجديدة وإشكالية الأمن الغذائي والمائي، الجزائر الجديدة، تمكين الطاقات الشبانية والقدرات الإبداعية، الأمن الطاقوي وأبعاده الجيوسياسية. وكل هذه المواضيع كما تعلمون ظل السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يحرص عليها كل الحرص منذ انتخابه رئيساً للجمهورية. وهذا التنوع من شأنه أن يحفز الإعلاميين على المشاركة بقوة في هذه الجائزة. راني يعني مسرور جدا يعني بتعييني كرئيس هذه اللجنة، خاصة راني مع أعضاء اللجنة هذه الكل يعني أسماء راها بارزة معروفة، ونتمناو خاصة هذه السنة يعني بفضل العمل تاع أعضاء اللجنة باش تكون يعني تكون كيفاش باش يقولوا بوغ بوستي كما يقولوا، باش الواحد يكون اللي نزيدوا اللي يديروا يعني تطوير اسرع، تطوير نوعي، تطوير هذاك للصحافه الوطنيه والصحافي الجزائري المهني. هذا وتتشكل لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة من الدكتور بلقاسم أحسن جاب الله رئيسا، وكل من السادة والسيدات الأعضاء الأستاذ محمد بوعزارة، الأستاذ خليفة بن قارة، الأستاذ أحمد إبراهيم، والأستاذ عمار بخوش، والسيدة فاتحة عاقب، والسيدة بريزة برزاق، والسيدة ضاوية زيتوني، والسيد مهدي مسعودي، والسيد كمال عمراني، والسيد عبد القادر مماش، والسيد محمد شوط. وبكلية علوم الإعلام والاتصال جرت للمرة الأولى مناقشة أطروحة دكتوراه ضمن إجراء جديد يقضي بفتح أبواب الجامعات الجزائرية إلى الغاية 22:00 ليلا. ولمزيد من المعطيات بهذا الخصوص يلتحق بنا مباشرة الزميل مالك درحمون. مالك، هذا الإجراء أو أهمية هذا الإجراء المستجد في قطاع التعليم العالي بخصوص نظام الدوام بالنسبة للطلبة والأساتذة لحد هذا التوقيت. نعم أسامة، وذلك من أجل خلق حيوية ونشاط أكثر على مستوى الجامعات على مستوى كل ربوع الوطن. نحن نتواجد في هذه الأثناء على مستوى جامعة الجزائر الثلاثة وبالتحديد في كلية الإعلام والاتصال، أين تتم في هذه الأثناء والساعة تشير إلى 8:00 وبضعة دقائق تتم في هذه اللحظات مناقشة مذكرة تخرج الطالبة نصيرة بدري التي انطلقت منذ حوالي الساعة 7:00 مساء ولازالت تتواصل إلى هذه الدقيقة، وذلك بحضور رئيس جامعة الجزائر الثلاثة وعميدة كلية الإعلام والاتصال ومجموعة من الأساتذة والطلبة الذين أبوا على الحضور والتأكيد على تواجدهم هنا والمساهمة في هذه العمل. ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع يحضر إلى جانبي رئيس جامعة الجزائر الثلاثة السيد خالد المسكي. سيدي، إجراء جديد يدخل حيز الخدمة، ماذا يمكن أن تعطينا تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، في إطار تطبيق التعليمة الوزارية التي تنص على تنشيط الفضاءات الجامعية خلال الفترة المسائية والممتدة من الساعة 6 مساء إلى غاية الساعة 10 ليلا، اليوم نحن بصدد حضور أول مناقشة خلال هذه الفترة المسائية تطبيقا لهذه التعليمة والتي تمت بكلية العلوم بكلية الإعلام والاتصال. وللعلم أن جامعة الجزائر 3 تطبيقا للتعليمة الوزارة الوصية فتحت كل فضاءاتها البيداغوجية والبحثية وفضاءة التكوين خلال هذه الفترة بمركزين أساسيين. المركز الأول هو كلية الإعلام المتواجدين بها، حيث أن كل مراكز البحث و المكتبة المركزية مفتوحة وجلسة المناقشة تتم بشكل سلس وآني، وكذلك بمركز بن عكنون 1 بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، فإن الفضاء مفتوح للطلبة وللباحثين وكل الأنشطة تتم بشكل سلس والمكتبة كذلك مفتوحة. وللعلم كذلك حتى بفضاء دار إبراهيم على مستوى معهد التربية البدنية، ففي هذه الأثناء ونحن متواجدين بكلية الإعلام تتم مناقشة مذكرات ماستر في تطبيقا لنفس التعليمة بمعهد التربية البدنية، والأمور تسير بشكل عاجي وكل الظروف الأمنية متوفرة من حراسة وإضاءة وكاميرات مراقبة وحتى النوادي الإطعام مفتوحة بشكل عادي. إذن هذه أهم التفاصيل التي كانت لدينا أسامة. إذن في هذه اللحظات ما زالت تتواصل مذكرة تخرج الطالبة نصيرة بدري، هذه أهم التفاصيل. العودة إليكم زملائي في الاستوديو المركزي. شكرا لك مالك ولضيفتك الكريم. إذن والتعليمة تم تعميمها على العديد من الجامعات كما تفضل ضيفك الكريم. ومن المكاسب التي تحققت للمنظومة الجامعية فتح ملحقة لكلية الطب بجامعة أحمد درعية بولاية أدرار، حيث استقبلت أول دفعة تضم طلبة من الولايات المجاورة في ظروف مواتية من حيث التأطير والتجهيز البيداغوجي. تقول دنيا نوال. ملحقة كلية الطب بجامعة أحمد درعية بولاية أدرار تفتح أبوابها لاستقبال أول دفعة لطلبة المنطقة وما يجاورها من ولايات، حيث ثمنوا بدورهم مجهودة الدولة التي خففت عنهم عناء التنقل ومكنتهم من تحقيق أحلامهم. أنا راني فخور جدا بانتمائي لهذه الملحقة وبانتمائي لأول دفعة. طيب كان حلم الطفولة، الحمد لله قربونا الكلية هنا، تساعد الطالب أنه يكون بجوار العائلة. حاجة مليحة كي داروا لنا لاميدسين في ولاية أدرار، كانت قريبة لنا لدارنا. تم التجهيز المحكم لكل من الهياكل البيداغوجية والإمكانات البشرية لضمان أريحية للطلبة. هذا كان بصيص أمل لنا، وحتى كانوا بزاف بنات ما ينجموش يديروا ميدسين اللي هي كانت الحلم تاعهم، وتخلوا عليها وداروا دي سبيسياليتي واحد أخرين، وهذا أمل الدفعة تاعنا والدفعات الاخرين ان شاء الله. الاساتذه حضروا معنا وحضروا اجتماعات تنسيقيه ويحضروا كذلك باش يشاركونا في التأطير وتكوين الطلبه حضوريا وعن بعد. وحدينا كذلك الجامعه حضات بلوحه تقنيه رقميه ثلاثيه الابعاد، لوحه التشريح. توفير الاطار البشري المؤهل للتكفل الصحي من شأنه ترقية وتنمية قطاع الصحة بالمناطق الصحراوية. هذا وضح الذكاء الاصطناعي من المجالات التي توليها الدولة أهمية بالغة خصوصا في الفضاء الجامعي، حيث تسعى جامعة الشهيد محمد العربي بن مهيدي بأم البواقي إلى الاستفادة من مزاياه اعتماده في مجال الابتكارات العلمية من خلال توفير الأدوات والوسائل العلمية اللازمة واستقطاب مختصين في المجال من مختلف جامعاته العالم. عبد الرحمن شبه. هي ابتكارات لطلبة جامعيين نجحوا بتأطير من أساتذتهم في تصميم طائرة بدون طيار، وهذا الجهاز الذي يستشعر الغازات المنبعثة في الجو. طالب آخر قام بتطوير منصة للتسوق، جميعهم استعانوا بخوارزميات تعتمد الذكاء الاصطناعي.
نحن طلبة جامعة العربي بن مهيدي قمنا بإنشاء طائرة دون طيار درون موجه للزراعة الصناعية، يقوم بخرجات استطلاعية على الأراضي الواسعة بحيث يقوم بوضع تقارير حول حالة الأرض من وجود جفاف، حرائق وأمراض. المشروع تاعنا هو منصة رقمية لعملية التسوق الذكي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يعني استخدمنا اثنين من سيستم الريكومونداسيون، وهو سيستم قائم على التوصيات للمنتجات الأكثر شعبية، وكذلك السيستم الثاني وهو سيستم التصفية التعاونية. مشروعنا يتمثل في جهاز لقياس نسبة الغازات المتواجدة في الهواء وإعطاء حالة الغازات ما إذا كانت جيدة أو سيئة، بالإضافة قد استعنا في مشروعنا إلى الانتليجنس ارتيفيسيال، وذلك للتنبؤ للغازات الجديدة الغير موجودة. يقبل الطلبة الجامعيون على تحصيل المعارف التي تسمح لهم بالتحكم في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير مهاراتهم في هذا المجال. بدون شك العالم كامل راه توجه نحو الذكاء الاجتماعي والاصطناعي، نقول اي دولة ما تكونش متمكنة من الذكاء الاصطناعي تكون عندها مشكل في المستقبل، بالنسبة لان اصبح يعني حاجة لازمة باش نعيشوا في ضمن الدول المتطورة. كثيرة هي الأفكار التي تم تجسيدها من قبل طلبة جامعة الشهيد محمد العربي بن مهيدي بأم البواقي، خاصة ما تعلق بالذكاء الاصطناعي. معاهد التكوين والتعليم المهنيين بدورها تعرض تكوينات مؤهلة متخصصة في مجال السياحة والفندقة ببرامج ومعارف تتماشى والمعايير الدولية. إبراهيم وأسامة نموذجان للشباب المتخرج من معاهد التكوين المهني المتخصص في السياحة ببومرداس، نتابع قصتهم مع صراحة الناس. أسامة وإبراهيم وبعد مسيرة تكوينية في معهد الفندقة والسياحة ببومرداس اهتدى إلى إنشاء وكالة سياحية توفر خدمات متنوعة. نحب نطور السياحة، من هذا المبدأ بدأتنا الفكرة باش نفتح وكالة سياحية، وبديناها إطاب بار إطاب، باش الأولى كان اللي إطاب الأولى أنها بالتكوين، بديناها بالتكوين المهني. التكوين المهني هذا هو اللو اللي عاوننا باش نفتح وكالة سياحية. ارتكز التكوين في مجال الفندقة والسياحة على تلقين كل ما يعمل على ترقية السياحة ووجهة الجزائر. مباشرة بعد التكوين تلقينا وين تلقينا ما كيفية فتح وكالة السياحة والأسفار، من ثم انطلق المشروع اللي هو إنشاء وكالة السياحة والأسفار، وهذا المشروع يعني فتح لنا عدة أبواب للشغل والنجاح. في التخصص هذاك عندهم دي موديل يقراوهم كيما لا كونسيبسيون دي برودوي توريستيك ولانفونتال دي بوتونساليتي توريستيك، وين راح يقدروا يتعرفوا على الأماكن السياحية والإمكانيات السياحية تاع الجزائر، ويصمموا وينتجوا منتوجات سياحية وأسفار بازي على هذيك. بفضل تكوينهم المهني في مجال السياحة الفندقية، وضع إبراهيم وأسامة الأسس لمسار مهني واعد، وهو ما يمكن أن يشكل نموذجا ناجحا لشباب آخرين في قطاع يعد بالكثير. وترويجا للوجهة السياحية الصحراوية، استحدثت تأشيرة التسوية كإجراء جديد من أجل تسهيل تعاملات السفر للسياح الأجانب الراغبين في تنظيم جولات سياحية في الصحراء الجزائرية، معززة بخطوط جوية مباشرة جديدة من عواصم أوروبية، وهو ما تعكف على تطبيقه الوكالات السياحية في الجنوب بالتنسيق مع الممثليات القنصلية للجزائر في الخارج. حنان بوريو. تأشيرة التسوية إجراء اتخذته السلطات العليا للوطن من أجل تعزيز وجهة الجزائر وتسهيل حركة السياح الأجانب الراغبين في زيارة الصحراء. ترتيب جديد يتواصل العمل به لهذا الموسم السياحي الصحراوي عن طريق الممثليات القنصلية في الخارج ووكالة السياحة والأسفار الوطنية بتسجيلهم في منصة إلكترونية لتمنح لهم التأشيرة مباشرة عند وصولهم للمعابر الحدودية البرية والمطارات. كل شيء منظم بإحكام، إنها مناظر ساحرة وأجمل مكان زرته، أتمنى العودة قريباً. جنت. الحمد لله درك رانا نشوفوا يعني السياحة الخارجية بدأت ترجع بشوية شوية، وهذا شيء جميل كثير نثمنه. هناك عمل جبار يتعمل في الميدان، وهناك اليوم انطلاقة جديدة بالنسبة للممثليات الدبلوماسية الجزائرية. اليوم بدأت هذا العمل يأخذ يعني المسار دياله
إن شاء الله يكون يتعمم على جميع المدن. مسارات سياحية جديدة تثمنها الجزائر لهذا الموسم السياحي الصحراوي على غرار طريق القصور وحلقة الواحات، لتعزز بذلك العروض السياحية وعوامل الجذب لصحرائنا المصنفة من أجمل صحار العالم. حاليا رانا نحاولوا نروجوا لطريق القصور والواحات، يعني كما غردايا والمناعه وتيميمون وحتى الاطلس الصحراوي. التراث المادي ولا مادي اللي تسخر به ولايتنا من فلكلورة كذلك من واحات ورمال، اللي من خلالها نحاول نستثمر انها نخرج بمسارات سياحيه ترتقي الى مستوى هذه الوجهه السياحيه الجزائريه. تأشيرات سياحية بإجراءات استثنائية ومسارات استكشافية جديدة يتوقع من خلالها تدفق سياحي كثيف مع انطلاق موسم السياحة الصحراوية. سخرت له خطوط طيران مباشرة تربط أهم المدن الصحراوية بعواصم أجنبية. وبين ثنايا الصالون يعرض المتعاملون آليات جديدة وخدمات سياحية نوعية تساهم في تطوير الوجهة السياحية للجزائر وجعل القطاع موردا مدرا للثروة. وهبة هوام تستعرض جانبا منها في هذا الروبورتاج. في هذا الفضاء السياحي التراثي الأصيل السياحية والأصفار آليات يمكن إثمات ترقية السياحة. تم يعني خلق آليات جديدة من أجل تشجيع السياحة سواء كانت الداخلية أو الخارجية. نذكر على سبيل المثال تأشيرة التسوية، بحيث يستطيع أي سائح الحصول على تأشيرة مباشرة في بعد يعني وصوله للمطار. هذا يعني إجراء جديد أعطى دفع قوي للسياحة في ولاية جانت. احنا الوكالة قمنا بتصنيف 250 منطقة سياحية، منها على الساحل ومنها في الجنوب وفي الهضاب العليا. في المناطق السياحية هذه عندنا حوالي 60 منطقة راهي عندها المخطط موافق عليه، وحوالي 105 مخطط في إنجاز مصادقة. يعني هذه الآليات راح تمنح المستثمرين أراضي يعني ملك للدولة إنجاز مشاريعهم. وبغرض تعزيز الوجهة السياحية الجزائرية، عروض وخدمات نوعية يراهن عليها المتعاملون في قطاع السياحة. أزور الجزائر للمرة الثالثة على التوالي، واستمتعت كثيرا بمناطقها الخلابة، وأنا مستعد أن أجلب فوج كبير من اليونان لزيارة الجزائر البلد الصديق. هذا العام كان عندنا إقبال كبير من طرف الفرنسيين، إسبانيين، وخاصة تاني أمريكانيين. الصحراء تاعنا راهي يعني دوكا عندنا اون فاريتي كبيرة في الصحراء تاعنا، كسوسوا في تيميمون عندنا لي زوتيل ملاح، عندنا في بني عباس وغردايا أوسي، دوكا ولات عندنا اون فاريتي كبيرة. هي الجزائر القارة بمؤهلاتها ومقوماتها الطبيعية التراثية تفتح آفاقا رحبة للسياحة العالمية. هذا وتعد السياحة الداخلية مقصدا مرغوبا للكثير من السياح، وأبرزها السياحة الحموية إلى جانب السياحة الجبلية التي تروج لمنتوج سياحي يستقطب السياح من مختلف ولايات الوطن. ريبورتاج لفاطمة الزهرة بن فرجلة. إقبال واسع للمواطنين في هذا الفضاء السياحي، وإن اختلفت وجهة السفر فإن اكتشاف المؤهلات السياحية تبقى القاسم المشترك لدى الكثيرين. ومن محبت للسياحة الحموية إلى مولع بالسياحة الجبلية تختلف الوجهات السياحية. الحمد لله السياحة الحموية في الجزائر بدأت تأخذ منحى آخر، منحى إيجابي جدا بفضل يعني المجهود الوزارة والوزارة الوصية ووزارة السياحة وكذلك مديريات على مستوى الولايات. لاقت رواجا كبيرا إن شاء الله، واليوم رانا في منحة تصاعدي في هذا المجال. دخل في السياحة الحموية، عندنا موجود حمام زلفانة يعني يستقطب ناس كثير من قطر الجزائري، يعني سياحة حموية. غردية عندي فيها أكثر من 11 نوع من السياحة موجودة متوفرة في ولاية غردية. كل منطقة تختلف حسب التقاليد نتاعها، العادات نتاعها، البيئة نتاعها، الطبيعة نتاعها. بصح باش نشجعوا السياحة الداخلية لازمنا المرافق الضرورية للسائح،
الاسعار لازم اسعار الفنادق تكون منخفضه، التذاكر تاع الطيران والمواصلات بصفه عامه. ماذا بينا نشجعوا السياحه الداخليه خاصه من ناحيه المؤطرين، خاصه صناع المحتوى، ماذا بينا يأطروا ويشوفوا ويركزوا على السياحه الداخليه. الترويج للسياحة الداخلية يرافقه منح امتيازات لتمكين المواطنين من اكتشاف المواقع السياحية المختلفة. احنا درنا شيء مختلف، احنا درنا شقق فندقية اللي تقدر تحمل حتى كل شقة حتى 8 أشخاص، وجميع الزوار عجبتهم كثير الفكرة هذه. انا روجو للسياحة الصحراوية كما تشوفي هذا العروض، ناخذ متاغيت هذه بامتياز، عندنا العام اللي فات خدمناها، هذا العام كذلك دايرين عروض التاغيت، وزدنا رايحين خلقنا مسارات اخرى على مستوى بسكرة. الصالون الدولي للسياحة والأسفار محطة لترقية وتثمين المنتوج السياحي المحلي وفرصة للسياح لاكتشاف وجهات جديدة. إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ بالبحر بمستغن بالناحية العسكرية الثانية لإنذار طوارئ يوم أمس على الساعة 4:30 من قبل السفينة التجارية المسماة أدلهيد بارا الحاملة لراية دولة بربادوس، مفاده تعرض بحار عضو من طاقمها من جنسية تركية لكسور بليغة على مستوى الجمجمة والساعد الأيسر إثر سقوط خطير على متن السفينة وهو في حالة حرجة، ليقوم المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر على الفور بتفعيل عملية إجلاء صحي، وذلك بإقحام حوامة البحث والإنقاذ لامسين 12 ليتم إجلاؤه على جناح السرعة إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمستغان. حيث تلقى العلاج اللازم، وتندرج هذه العملية في إطار المهام الإنسانية المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، وتعكس الجهود المبذولة لوحدات حراس السواحل لقيادة القوات البحرية ومدى حرصهم على التدخل والمساعدة في البحر في جميع الظروف. في النشاط الفلاحي الآن، سجلت ولاية المنيعة خلال السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا في إنتاج الأعلاف الخضراء الموجهة لتغذية الأبقار والدواجن بفضل عامل خصوبة الأرض ووفرة المياه ودعم الدولة لهذه الزراعات بغية إحداث ديناميكية حقيقية توائم الإنتاج الفلاحي والحيواني الموجه للاستهلاك. محمد سنوسي عياض. خلف هذه المساحات المخضرة في قلب الصحراء تزدهر زراعة الأعلاف الموجهة للاستهلاك الحيواني من ذرة علفية وصفراء في ولاية المنيعة. خصوبة الأرض ووفرة المياه وعزيمة المستثمرين أثمرت نجاحا يتزايد كل عام كما وكيفا، كحال السيد فريد أحد المستثمرين في الزراعات الاستراتيجية الذي ينتظر محصولا وفيرا قبل بداية الحصاد. كما راكم تشوفوا رانا تقلب ان شاء الله لا كومبال ريكول تاع المايس ان شاء الله، هذا مايس سونسيلاج، وعندنا جهه واحده اخرى مايس جران ثاني ان شاء الله، عندنا 50% تروح جران و 50% تروح سونسيلاج ان شاء الله. انا نجرب قلنا باذن الله واحد اخر اكتوبر هذا ان شاء الله نبداو لا ريكول ان شاء الله تاع المايس سونسيلاج ان شاء الله. اللي رانا زرعناها يعني هذا لونسيلاج اللي هو يعني علف الاغنام والبقر وما اشبه ذلك، يعني حوالي 300 هكتار يعني اللي رانا مستطلحات، يعني كما راكم تشوفوا يعني الانتاج اللي رانا نشوفوا فيه، يعني ان شاء الله مترقبين ان شاء الله يعني خير ان شاء الله السنه. تزايد كبير للمساحات المستغله هذا العام في زراعه الاعلاف، هي غله ثانيه في الموسم الواحد بعد حصاد القمح، جاء تحقيقا للتوازن بين الانتاج العلفي والحيواني من تربية للأبقار والدواجن وإنتاج الحليب.
ولاية المنيعة عشنا إن شاء الله درنا حوالي 7000 هكتار من الدورة العلفية وفيها جزء كذلك من الدورة الصفراء اللي هو كذلك يشارك في عام فيه تشارك مشاركة إيجابية في تطوير شعبة الحليب لأنها توفر للأعلاف وكذلك وإن شاء الله فترة الحصاد تبدأ من نهاية أكتوبر والبذور الصفراء والدورة الصفراء تبدأ إن شاء الله من نهاية ديسمبر إن شاء الله. شيئا فشيئا تتموقع ولاية المنيعة الفتية لتبوء مركز ريادي في الإنتاج الزراعي والحيواني، مرده عزيمة لمستثمرين ومرافقة من المصالح المعنية وتوجه أساسي للدولة لخلق أقطاب زراعية كبرى. كما تشهد ولاية تيميمون تطورا لافتا في مجال زراعة الحبوب كالذرة العلفية الأنموذج في النشرة لمستثمرة بدائرة أوغروت حققت نتائج إيجابية في شعبة زراعة الحبوب. نتابع مع دنيا الوالي. من زاوية سيدي عبد الله أوغروت بمستثمرة جروت تامر، حيث تم تجديد التحدي بل بحقول أكثر لزراعة الذرة. هذا الاستثمار الذي أصبح يحقق نسب إنتاج وجودة عاليتين. ولقينا تجربة ناجحة وكل عام نزرعوا. العام اللي فات كنا درنا دو بيفو 50 هكتار، وهذا العام زدنا طلعنا المساحة 72 هكتار. عندنا مخصصة 3 مرشات محورية مخصصة لزراعة الحبوب، وزيد عندنا 20 هكتار مخصصة للنخيل. هي واحدة من المستثمرات الناجحة التي تعرف نشاطا فلاحيا مستمرا في مختلف المجالات. قد استفاد من دعم الدولة والمرافقة التقنية، حيث استفاد من السقي بالتقطير وغراسة النخيل وكذا النقاب والمضخة الغاطسة، وهو يعني مستثمر يعمل ويثابر في الميدان. اتباع الأساليب والتقنيات الحديثة من شأنه مضاعفة نسب المردودية لتقليص الاستيراد وتحقيق اكتفاء ذاتي. في ملف السكن الآن، وتحسينا للإطار المعيش للسكان، تم بولاية ميلا توزيع 494 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري على مستحقيها. التفاصيل في هذا الروبورتاج لسعيد بلعز. في جو بهيج شهد حي مرشو بمقر عاصمة ولاية ميلا توزيع حصة سكنية معتبرة على المواطنين المستفيدين، قدرت ب 494 وحدة سكنية اجتماعية بصيغة السكن العمومي الإيجاري. كل شيء مبروك المستفيدين، والعقوبة إن شاء الله اللي ما زالوا بربي إن شاء الله حصة أخرى. من 2007 وأنا كارية، دوك نقولوا الحمد لله. فرحة فرحة سيد المولد النبوي الشريف والسكن هذا اللي كنا نستناو فيه من 2010. راني فرحان بزاف وما تقدرش تصور الفرحه تاع السكن، ماشي كيما كامل اي فرحه، يعني الفرحه تاع السكن وحدها. تعد هذه الحصة السكنية الثانية بعد حصة أولى سبقتها ووزعت بها 600 وحدة سكنية، مع العلم أن هناك حصة ثالثة ب 530 وحدة سكنية قيد الإنجاز ستوزع لاحقا. مازال عندنا سكنات غادي نوزعها في أول نوفمبر. عندنا تقريبا 1200 سكن ما بين ريفي والسكنات الأخرى. العملية مازالت متواصلة، ونجم نقول اليوم باللي العدد سكنات كل سكنات اللي كانت عندنا توزعت. جدير بالذكر أن هذا الحي السكني الجديد مزود بالتجهيزات الضرورية إلى جانب المدرسة الابتدائية ومرافق أخرى. في إطار مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمراء بولاية الوادي من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. استغلال المعلومات الواردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بالحمراء، مفادها محاولة تمرير شحنة معتبرة من المواد المهلوسة. تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة ووضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 48 الرابط بين ولايتي الوادي ومغير، بعد رصد المركب المشتبه فيها وتفتيشها. عثر على متنها على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر ب 52800 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملي غرام، مموه ومخبأ بإحكام داخل المركبة. العملية أسفرت عن حجز كمية سالفة الذكر من المهلوسات ومبلغ مالي قدره 499 ألف دينار جزائري، إضافة إلى حجز المركب المستعمل في التهريب وتوقيف سائقها الذي سيتم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا فور الانتهاء من التحقيق.
دوليا وفي ملف الصحراء الغربية، أكدت جبهة البوليزاريو اليوم أن المسار القضائي الذي تخوضه أمام محكمة العدل الأوروبية لوضع حد لاستغلال الاحتلال المغربي غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية يرتكز على الأسس المتينة للحكم الصادر سنة 2016 فيما يخص حماية موارد الشعب الصحراوي. جاء ذلك على ضوء تحديد محكمة العدل الأوروبية لموعد عقد جلستها العلنية يومي 23 و24 أكتوبر الداخل بخصوص الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل أراضي الصحراء الغربية بطريقة غير قانونية. وفي المغرب، ومع الدخول الاجتماعي الجديد، يشهد قطاع التربية احتجاجات ومظاهرات لا تهدأ، بدءا من الطالب وصولا إلى الأستاذ، ليخرج المتصرفون التربويون بدورهم هذه المرة إلى الشارع احتجاجا على القوانين والنظم المجحفة داخل المؤسسات التربوية، مطالبين برحيل المسيرين والمسؤولين، وموجهين نداء لحكومة المخزن بالتدخل السريع وعدم الاكتفاء بالمشاهدة. في ملف الهجرة، أعلنت مسؤولة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال اجتماع لمجلس الأمن أمس أن أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا منذ مطلع هذا العام. من جهتها، أكدت الأمم المتحدة أن هذا الرقم قد تضاعف مقارنة بالعام الماضي، موضحة أن اللاجئين والمهاجرين الذين يسافرون عبر الطرق البرية في إفريقيا يواجهون خطر الموت وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل خطوة. وأحصت الأمم المتحدة أزيد من 100 مهاجر تمكنوا من الوصول إلى جنوب أوروبا، فيما تم إنقاذ أكثر من 30,000 شخص. في أخبار الرياضة الآن، تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء 3 مقابلات، حيث انتهت المباراة الأولى لصالح مولودية الجزائر أمام مولودية البيض بنتيجة 2-0. سجلت هدفا وكأنك إبراهيموفيتش الذي دخل قبل لحظات. ثلاثية وقعها بألوان المولودية خالي من الرقابة الدفاعية وضع في الزاوية. فيما تلعب في هذه الأثناء مباراة شبيبة الصورة مع نجم بن عكنون والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، ومباراة أولمبيا شلف مع النادي الرياضي القسنطيني وتفوق جمعية شلف إلى حد الآن بنتيجة 0-0. أحياء لليوم العالمي للبحر، حملة تنظيف على مستوى ميناء تنفوست بالعاصمة بهدف الحفاظ على البيئة البحرية وتمكين المنشآت المينائية من الاطلاع بدورها كقاعدة لاحتضان النشاطين أو الناشطين في مجال حماية البيئة وتوفير شروط نجاح المؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال. التظاهرة من تنظيم الإذاعة الوطنية بالتنسيق مع جمعيات ذات طابع بيئي، والتغطية للتلفزيون كانت لروزار الناهي. في اليوم العالمي للبحر ومن أجل ميناء نظيف، يجتمع يوسف ورفقاؤه للغوص وتنظيف ميناء تمنفست بالعاصمة. شنا بزاف دي ديجيون بلاستيك، شنا بنوات، شنا دي باتري كما راكم تشوفوا. مع لي بلونجور انا خرجناهم هنا. واش راح نقول لكم؟ راح نقول جميع واحد يجي للبور، اللي يجي يعوم ولا نيمبورت حد يجي للبحر يرفد لابوبيل تاعو ويديها معاهم. كاين حيط البلديه في شك اندروا كاين حطوا لابوبيل، وان شاء الله نكونوا وصلنا الميساج هذاك اللي جينا على جاله. حمله التنظيف تمس 14 ميناء صيد من تلمسان الى عنابه مرورا بالعاصمه، وتهدف الحمله الى التحسيس باهميه الحفاظ على نظافه الموانئ. حبينا تكون نقطة يعني للتذكير بالتزاماتنا الدائمة، وهذا بعد 50 سنة من دخول اتفاقية دولية ماربول اللي تتعلق بحماية البيئة البحرية من مخلفات ومهملات يعني اللي تسبب فيها البواخر الكبيرة والصغيرة، كانت للصيد أو كانت للتجارة الكبيرة. من هذا المنبر يعني ننتهز الفرصة هذه باش نقدموا نداءات للشباب تاعنا اللي حاب يخلق يعني مؤسسات صغيرة من أجل يعني جمع هذه النفايات ورسكلتها باش تكون يعني في إطار الاقتصاد الدائري.
توفير ميناء نظيف لمهنيي الصيد وراكبي القوارب من شأنه الحفاظ على البيئة، الثروة السمكية، وكذا الرفع من القدرات الإنتاجية في الصيد البحري. ونختم برمز من رموز ثقافة الأمازيغية العريقة والمتجدرة في ولاية تيزي وزو، الجبة القبائلية موروث مادي أصيل لا تزال نسوة منطقة معتقة تحافظن عليه وتسعين إلى ترقيته وتطويره عبر تصاميم عصرية راقية. الأخضر كعوان. ثقل دورة القبائل، ثقل دورة القبائل تشباح ميتو مارس زعنية مالت سمقلت صفراح أسيني ثانس الهيا. الجبة القبائلية أو ثقندورث القبائل لباس تقليدي تتزين به المرأة في مختلف المناسبات والأفراح، قطعة من القماش الحريري تحمل رموزا ودلالات. إسكينيكي دا شو تقارن قارن دليم تحلفوت مطوط نعطى قبائلي تنزي نحمريت نخيل لانفاس نفكزال باريك زومبل ما قيتورا تيزي زويت تيزي زويت تسعى المعنى مليح 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 هم تمطوط تقبائلي تزي قارنش تيزي زويت خطا مسكي تخدم صنزاري وتحب ساعة جنان عتيد الجدودي لقنس تنسم غارة تنسب صلى رزداد. إبداعات المرأة القبائلية بأناملها أضفت تعديلات وعصرنة على الجبة القبائلية، وأصبحت تختلف تشكيلاتها وتصاميمها من منطقة لأخرى. ثقندور طورة مثلي طيش ما قري طيش ثقندور طاخو خيط الحمالة ذي الوارد ذي جي انت في السويس سخرور وراد نجويج سوفو ساعة نخدم بالسينيت بشكني أدنينيني لنا داخل بولنا ونزميرات دنينية أثيد نسوفوغ ذاقية السيني. الفوطة أو الحزام عنصر أساسي ومكون للجبة القبائلية، لا يمكن للمرأة القبائلية الاستغناء عنها. الفوطة تكون دورة القبائل لأنني تسوصر تمطوث متمطوث مثل سيارة فوضة أم كسب ترسة قندور كان عدد فوضة مقرحة كنا نزال زداد كنا نانو ثموسني غير قاعد يقولن دي العمر نانو ثموسني. رغم التعديلات التي تعرفها الجبة القبائلية اليوم، إلا أن حرفيات ومصممات هذه الأزياء التقليدية لا تزلن تحافظن على مكانتها بمنطقة تيزي وزو باعتبارها إرثا ثقافيا وتراثا جزائريا أصيلا. وبأنامل الحفاظ على الهوية والتراث الأصيل نختم إلى التذكير بالعلم. انتخاب الجزائر بالإجماع لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا نظير الحركية الكبيرة التي تشهدها الدبلوماسية الجزائرية وعودتها القوية على الساحة الدولية. ضمن سياسة الدولة بالتوجه نحو العمق الإفريقي، منتدى رجال الأعمال الجزائرية الأوغندي للتجارة والاستثمار بالعاصمة كامبالا، خطوة نحو تفعيل النشاط الاقتصادي الجزائري بمنطقة التجارة الحرة القارية. تعميم تأشيرة التسوية بولايات الجنوب استقطابا للسياح وتحفيزا لدور الوكالات وترقية للسياحة الصحراوية، وتكوين مؤهل تضمنه معاهد التكوين المتخصصة في السياحة والفندقة وفق المعايير الدولية. وفي عملية نوعية تعكس جهود حراس السواحل لقيادة القوات البحرية، إجلاء صحي لبحار تركي في عرض البحر بسواحل مستغانم، مهام إنسانية لإنقاذ الأرواح البشرية وحرص على تقديم المساعدات في جميع الظروف. ومن وحي العراقة، الجبة القبائلية موروث مادي بألوان ودلالات مستوحاة من الطبيعة ووجه بهي من أوجه الثقافة الجزائرية الأصيلة. شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة، تحياتي وتحيات الفريق الذي خدمكم هذه الأمسية، سلام الله عليكم.